ما هو داء الباركنسون؟ يمكن تعريف مرض الباركنسون بأنه أحد الاضطرابات العصبية التي تزداد سوءا مع مرور الوقت، وغالبا ما تتمثل الأعراض البدائية للمرض بإعاقة الحركة عند الشخص المصاب نتيجة انخفاض مستويات المادة الكيميائية المسؤولة عن تناسق الحركة ومرونتها في الجسم، والتي تعرف بمادة الدوبامين. فعند انخفاض مستويات الدوبامين في الجسم إلى أقل من 60 حتى 80%، تبدأ أعراض المرض بالظهور. ومما لا شك فيه أن انخفاض مستويات الدوبامين عند مرض الباركنسون ينجم عن موت خلايا دماغية تعرف باسم المادة السوداء، وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج مادة الدوبامين. وفي الحقيقة يعد مرض باركنسون أحد الأمراض المزمنة التي لا يمكن علاجها. ما هي أعراض مرض الباركنسون؟ تختلف أعراض وعلامات الإصابة بمرض باركنسون بشكل كبير من شخص لآخر، وغالبا ما تبدأ هذه الأعراض بالظهور في جانب واحد من الجسم، ومع الوقت تكون الأعراض أكثر سوءا في هذا الجانب، بالرغم من ظهورها في الجانب الآخر أيضا من الجسم. وفيما يلي بيان لبعض الأعراض التي قد تصاحب الإصابة بمرض الباركنسون. أولا، الرعاش. يبدأ الرعاش عند مريض الباركنسون في أطرافه، خاصة اليدين وأصابعها، حيث تهتز يدا المريض حتى في حالة السكون، وتتكرر عند المريض حركة لا إرادية تتمثل باستمرار فرك إصبعه الإبهام بالسبابة. من أعراض الباركنسون أيضا بطء الحركة. مع مرور الزمن قد يعاني مريض الباركنسون من بطء الحركة الذي يزيد من صعوبة إنجازه للمهام المختلفة، كما وتصبح خطواته أقصر عند المشي. من أعراض الباركنسون أيضا تصلب العضلات. قد يعاني مريض الباركنسون من تصلب العضلات أو تيبسها في أي جزء من جسمه، مما يسبب له الألم وصعوبة الحركة. من أعراض الباركنسون أيضا مشاكل في الكلام، حيث من الممكن أن تظهر على مريض الباركنسون بعض المشاكل أثناء التحدث، مثل بطء الكلام والتحدث بسرعة أو التردد قبل البدء في الكلام. كما يطرأ له تغيرات في الكتابة، قد يعاني من صعوبة في الكتابة أو قد يكتب بخط صغير. من أعراض الباركنسون أيضا اضطراب التوازن، فقد يعاني المريض من اضطراب في وضعية الجسم نتيجة الإصابة بهذا المرض، كما تظهر عليه توقفات للحركة التلقائية التي تحدث في الجسم، حيث تقل قدرة المريض على قيامه بالحركات التلقائية التي عادة ما يقوم بها من غير وعي، كالرمش والابتسامة وتأرجح الذراع أثناء المشي. علاج مرض الباركنسون. هناك عدد من الأدوية التي يمكن استخدامها في علاج مرض الباركنسون، ويمكن أن نذكر بعضا من هذه الأدوية كالليفودوبا. ليفودوبا يستخدم هذا الدواء لتعويض النقص في كمية الدوبامين في الجسم، وهو أحد أكثر الأدوية المستخدمة في علاج مرض الباركنسون. هناك أيضا دواء محفز الدوبامين، ومن الأدوية التابعة لهذه المجموعة الدوائية بروموكريبتين و براميبيكسول، إذ تحاكي هذه الأدوية عمل الدوبامين في الدماغ حيث تعمل كمحفز له. هناك أيضا الأدوية المضادة للكولين، ومن الأمثلة على هذه المجموعة الدوائية بنزاتروبين وتريهكسفينديل، إذ تثبط هذه الأدوية عمل الجهاز العصبي اللاوردي، فيساعد ذلك على التخفيف من التيبس العضلي. من الأدوية أيضا مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين، واختصارا مايوس، ومن الأمثلة على هذه المجموعة سيليجيلين وراجيس راساجيلين. تثبط هذه الأدوية عمل الإنزيم أوكسيداز أحادي الأمين الذي يحطم الدوبامين في الدماغ. كيفية الوقاية لعدم الإصابة بهذا المرض الخبيث؟ هناك عدد من السلوكيات والنصائح التي يجدر بمريض الباركنسون اتباعها لتسهيل تعايشه مع المرض، ومن هذه الأمور تناول الطعام الصحي، ممارسة التمارين الرياضية، وتجنب التعرض للسقوط، والخضوع للعلاج الوظيفي الذي يهدف إلى تحسين القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية وتسهيلها، كارتداء الملابس، الكتابة، وتناول الطعام. العوامل التي تزيد من
احتمال الإصابة بمرض الباركنسون هي العمر، إذ أن أغلب حالات الإصابة بمرض الباركنسون تصبح الأعراض فيها أكثر ظهورا على المصاب بتقدمه في العمر. وأيضا هناك العوامل الجينية، فوجود أحد الأقارب المقربين من العائلة مصابا بمرض الباركنسون يزيد من احتمالية الإصابة بهذا المرض. من عوامل أيضا الجنس، يعد الذكور أكثر عرضة للإصابة بمرض الباركنسون مقارنة بالإناث. كما التعرض للمواد السامة قد يزيد خطر الإصابة بمرض الباركنسون، كالتعرض لأول أكسيد الكربون أو المبيدات العشبية أو مبيدات الحشرات. كما يؤدي تناول بعض الأدوية مثل المضادات الدهان يمكن أن تؤدي إلى الإصابة الباركنسونية.